تانيا مرة أخرى على التزامها بالابتكار، فبعد أن حصدت جائزة منتج العام لسنة 2016 عن فئة المنتجات الطازجة، أطلقت تانيا أصنافها الجديدة المبتكرة في سوبر ماركت سبينس بحضور أخصائية التغذية نيكول مفطوم وعدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت تانيا للمستهلكين منتجات دجاج طازجة ومتبلة تحت عنوان من مطبخنا، شهية، صحية وسهلة التحضير.